مرحبا، بدي احكي لكم على رحلة سافرتها من كم شهر انا وعلي ابني. كان عنده سنة، هو هلا سنة واربع شهور تقريبا، يعني كان سنة او قبل شوي. المهم انه سافرت من السعودية من الرياض طلع امريكا. طلبت من الشاب على الكاونتر، قلت له الله يخليك فيك تحط لي الكرسي اللي جنبي، غالبا لما بطلع مع الاولاد بطلب ذات الطلب، فيك تترك لي الكرسي اللي جنبي فاضي؟ قال لي تكرم عينك بدلعوني، يعني قال لي انه ترك لي الكرسي فاضي. المهم دخلت الطياره حطيت اغراضي على الكرسي اللي جنبي على اساس انه فاضي، لقيت شاب فايت هيك مرتب كثير كثير ولابس ونظيف كثير، قال لي اصاله انا طلبت اني اقعد على الكرسي هاد جنبك. فقلت له حبيبي حتتعتر لانه ابني كثير صعب وانا لوحدي يعني معه، ومعنا 6000 مليون غراض، شنط كثير واشياء كثير وتفاصيله. قلت له خايفه ما رح تقدر تنام رحله طويله ويعني حتتعب. قال لي معلش انا كثير مبسوط انه شفتك. قلت له طيب تفضل اقعد. قعد وانا حزناني عليه، يعني عارفه انه بده يتعذب. المهم انه بعد ما طلعت الطياره بشي 10 دقائق علوش حبيبي ابتدى المسيره تبعه، يعني ابتدى الموشح، ابتداها ببكاء، بعدين طعمينا فما ضل شيء من الاكل الا طلع على ثيابه، شلحته ثيابه، دخلت على الحمام غسلت له اول ثياب، كان معنا بس غيارين. المهم بقول له للولد امسك لي حبيبي الببرون، بدي احط الحليب فيه، اندلق الحليب عليه على لبسه النظيف المرتب. قلت له انا اسفه، قعدنا نحاول ننظف له. لا 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 مو مشكله ممتاز، والله انا مبسوط، والله ما صار شيء، ونفذ هيك بايديه. المهم وسخ علي تيابو التانيين والتالتين اللي ما عاد عنا غيرهم، أخذتهم كلهم. قلت له حبيبي لأنه الحمام صغير ما عم بعرف أغسل، افتح لي أنت الباب هيك بس خد من إيدي أنا حأغسل وأنت خد من إيدي. وأخذت تياب علي ونشرت على الكرسي تبع الطيارة، الكرسي تبعي والكرسي تبع الولد، واللي ورانا طلعت فيهم هيك نظرة أنه يعني سامحوني وآسفة. كانوا مبسوطين كتير، يعني غايب اللطف كأنهم يعني عم يعيشوا هيك تجربة غريبة. علي طبعا ما سكت ولا دقيقة للأسف، مع أنه مو دائما بيعمل هيك، ما سكت، هو بيصرخ وبيعمل أشياء غريبة والأكل يوقعه ويعني عمل أشياء مرعبة، وأنا كنت محرجة كل الوقت لأنه الناس أبدا ما حسسوني بأي إحراج. الشاب اللي جنبي لبسه صار عليه كل أنواع الأشياء، يعني حليب وخلافه، لأنه حاول يساعد. بعدين لما خلص التياب الثلاثة اللي غسلتهم لفيت علي بالإحرام، لفيته وخليته بالإحرام وبس عليه الشيء يعني اللي بتحطه عليه. المهم أنه الولد حمله وعلي عمل عليه أشياء مرعبة للولد، كان مبسوط وسعيد. نزلنا من الطيارة ساعدني، مع أنه لبسه ما له علاقة باللي طلع فيه على الطيارة، يعني لبس تاني، لبس كأنه يعني مسح الشوارع فيه، بس كان بمنتهى اللطف. حمل معي الشنط اللي وراي مسكولي علي، ما خلوني أعمل شيء، كل الوقت كانوا عم يتعاونوا معي. 12-13 ساعة عشتها مع أشخاص يعني منشوفهم كتير، الأغلبية كانوا يعني أغلبية الناس اللي قابلتهم بحياتي على الطيارة ولا بأي مكان عندهم هذا الذوق واللطف والإحساس بالآخرين. ولكن بقى النوادر اللي بتصير معنا بتصير كتير قوية وقاسية. مرة جاي حأحكي لكم أنا وآدم بقى شو صار معنا بالطيارة. مرة جاي. Thank you.
هاي هاي بوبي. اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. هاي نوالتي. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. هاي يا حلوه انتي. هاي انتي. بدي ارجع لون شعراتي. حنخلي الباب مفتوح جاي الضيوف. تعالي نتسنن. وحده اثنين ثلاثه اربعه. انا الارض عندي كلها مكسره. معلش. يعني عاملين انه يعني لوك قديم. بس حلو هذا اللوك كثير. بسم الله. عمهد. تفضلي يا عمري انتي. تعالي حياتي. من وين؟ ايوه. برافو. تفضلي حلوه. مساء الخير. نوال خانم طبعا يعني بغنى عن التعريف. نوال خانم عشان جاي من اسطنبول. نوال خانم الحلوه. يا الله. اول مره كنتي بتطلعي وقت تصوير الكليب اللي عملتيه؟ أيوة. اول مره كنتي بتطلعي تركيا وقت طارق؟ لا كنت رايحه. طلعتي. وشو اللي حبيتيه بتركيا يعني تحديدا؟ انا بحب مثلا محلين لبس كثير ومطعم. اوكي. مع انه اكلهم بتعرفي انه كثير ثقيل؟ طبعا بدهم يزعلوا بس اكلهم مو ثقيل بتشوفيه؟ مو كل شيء. مو كل شيء لانه ما اكثر شيء بيعملوا بالدهنه. ايه بس اغلب اكلهم مشاوي. بس حتى المشاوي فيها دهن كثير. السلطات ما ادري يمكن نوعيه الكبه. اطيب كبه مقليه اكلتها بحياتي. طيبه كثير. صح. يا لطيف. شو بيسموها بالتركي تعلمتي؟ تعلمت طبعا اتكلم. بس الكبه نسيت اسمها. والله نسيت اسمها بس اعرف يعني. الحين انا مش الكبه هاي اللي هيك. اي عرفتها. البرغل هاي الطويله فظيعه. هاي طيبه كثير. هاي اطيب يعني. نحن بسوريا كثير شاطرين فيها. اكيد اكل سوري طيب. اي ستي الله يرحمها كانت كثير شاطره فيها. بس هونيك كمان اكلتها طعمتها رائعه. هناك يحشونها حشوه ثانيه كانه ما فيها لحمه. نحن بنحط لها لحمه وصنوبر. لا فيها لحمه. فيها لحمه اللي اكلتها انا كانه فيها بصل جوز. وسماق جوز. يختلف من مطعم لمطعم. اي مكان ايه. لمكان. بس بتقرمش. الجو حلو بجنة. هناك اسطنبول الجو كثير حلو طول السنه يعني. ايه. هم ما عندهم صيف على فكره. عندهم صيف شهر ونص تقريبا. اي الميوزك فظيع هناك. الحياه حلوه مع الموسيقى هناك. شو بتروحي حفلات؟ لا ما بروح حفلات بس قصدي يعني ما تسجيلات وتركيب صوتي. ايه طبعا استوديوهات وتنفيذ اغاني. حلوه هناك الموسيقى. عمري ما رحت استوديو. الاماكن كلها حلوه لانها كلها يعني اوت دور. كل ما تروحي مكان تقعدين برا مو داخل. والجو جميل. حتى زحمتها حلوه. احبها انا ما ادري. حلوه كثير الحقيقه. هي هي بلد رائعه وتطورت بشكل غريب كثير. ها يعني انا بتذكر اني رحت لها مثلا رحت من شي 10 سنين. الحقيقه ما انبسطت ابدا. تغيرت وايد. صح ما انبسطت. لم يعني كأنه رحت مكان ثاني تماما بلد ثاني. لما رجعت رحت بعد هي صارت الحين سياحيه 100% يعني. ايه ما اروعها. وكل شيء بالدنيا فيها. كل شيء فيها يعني فعلا. اي شيء بدك اياه موجود. كل شيء. كل شيء موجود. بدك شيء بسيط. حتى المطاعم الشعبيه رائعه. حلوه يعني. حلوه واكلها نظيف. تذكرين العربانه هذه اللي اكلنا منها بالشارع؟ تتذكري شو خياليه كثير كانت طيبه. هي ميزتها. ايه. يعني بتشبه لبنان يعني. أيه. كمان بلبنان الاماكن الشعبيه اكلها نظيف. أيه. كثير اكلهم طيب وهم نظاف. طيب ونظيف. اي أيه. والاتراك نظاف. كثير. بس شوي هيك بيعصبوا. عصبيين هم مو عصبيين. الكل ماخذ عنهم هذه الفكره صراحه. هم كل ما بروح لهم بشوفهم عصبيين. هم جديين ناس. عمليين يشتغلون ساعات كثيره باليوم يعني ساعات طويله باليوم يشتغلون. فهم عمليين. يعني ما بيستحملوا يعني. مثلا سواق التاكسي يعني عصبي يروحوا من اخيره. سواقين التاكسي كلهم عصبي بشكل كلهم. انا مره واحد نزلني بالشارع وانا طيب. نزلوني اكثر من مره صراحه. يعني نزلوني اكثر من مره وقال له خلص يعني. يمكن لانه قلنا له مثلا لفي على اليمين. لا 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 مو على اليمين. قدام. بس بس ترى سواقين التاكسي يعني اغلب الدول يعصبون من اللي يشوفونه يعني. إيه يظلون دايرين مساكين طول اليوم. هن شوي عصبيين زياده. هم لانهم هم اكثر يعني اكثر الشعب اكثر ناشف شوي. اي يعني شوي بس طيبين يعني. يتعاشرون ويتصادقون يعني. يصير لك اصدقاء هناك طيبين. هم عشرتهم حلوه. وشو بتحكي معهم؟ تركي. صرتي تحكي؟ يعني بحكي يعني شويه. يعني قد ايه بتمشي حالك؟ از على قولتهم هم. از يعني شوي. يعني بتحكي لدرجه انه ترافقي مع ناس اتراك؟ اي عندي اصحاب وايد طبعا. مش عارف اتكلم وايد زين. مش عارف اتكلم وايد زين. اي بحكي بالتليفون معهم.
بالتليفون معهم بنطلع نتزاور، هم يزوروني انا ازورهم، نطلع نتعشى، نطلع ما اطيبكم وما الطفكم وما ادفاكي. طب معلش يا نوالتي الله يوفقك، غني لي اي مقطع بالتركي. لا بالتركي محافظه شيء، اي كلمتين محافظه صعبه ولا كلمتين؟ لا هم الاكسنت عندهم وايد صعب وماني حافظه لهم اغاني. شو اللي كان بيقولوا؟ بس انا ما بعرف غير كلمه واحده تركي، امان. يعني امان اساسا انا فكرتها انا عربي. امان يا للي امان، يعني امان يعني فكرتها عربي طلعت تركي، فهي الكلمه الوحيده. بس على فكره هم كلامهم انت لانك خايفه، يعني بتخافي تغني بالتركي؟ لا مش خايفه. انه يطلع الكلام مو مزبوط؟ لا ما انا بخاف بالانجليزي هيك. ايه بس كل شيء مع التكرار تتقنينه. ايه يعني انت راح تسوين بروفات يوميه مثلا على نفس الجمله الموسيقيه وعلى نفس الكلمات، مع الوقت خلاص تقوى عندك. أيه. يعني ايه بس بدها جرأة بالبداية، يعني انا ما عندي جرأة اغني شيء غير العربي، بحس دائما انه كثير بدي لخبط. مع انه حلو عليك ما شاء الله تقدرين يعني التركي، يعني اتمنى تركي احفظ تقدرين اغنية راح يغني يصير وايد حلو عليك، وعندي استعداد اني اغنيها اذا حفظت مثلا نص الكلام وخبس بنص الكلام، يعني اخترع من عقلي. ما راح تخبصين لاني اعشق طريقتهم كلامهم. على فكرة مو صعب وايد، كلامهم ماخوذ من الفارسي وفي مفردات وايد كثيرة عربية. شو بيقولوا بالعربي؟ مثلا يعني أنا القلب، قلب الطبق، طبق صحن. الصحة هي الصحة. شنو بعد؟ في وايد أشياء يعني. لما يعني مثلا لما بيجيكي هي رفيقتك التركية شو بتقلي لها؟ أقول لها سنة سلسن، شلونك؟ هوش جالدن، أهلا وسهلا، هوز ددك، وحشتيني. اه والله. وبعدين مثلا جوزك مزعلك، ما جوزك هي شو هي بتحكي وهدول؟ انا ما فوت بهيك قصص. ما بتدخلي مشان ما تورطي حالك بقى عشان لا حد يسالني. اي عندك حق. قد ايه صار له البومك نزلتي؟ تو نزل اول امس. في اغنيه هو لسه ما نزل على النت، انا قعدت دور نزل. طبعا نزل على النت. قعدنا ندور ما لقيته، بس في اغنيه بعثوا لي اياها. بتعرفي كل اللي بيحبوني، يعني كل اللي مثلا هدول الشباب اللي بيهتموا يعني كلهم يعشقوكي. طيب حلو، بيحبوكي حب غير طبيعي، كله حاطك على حاطه صورتك الحين. هي صورتك واكثرهم كاتبين صوري ذات الكلمتين. شنو احساسك يا شيخه؟ ايه يعني كل الخليجيين كاتبين يا احساسك يا شيخه، يا شو هالاحساس يا شيخه. أيه. يا شيخه ذبحتينا، يعني كثير كله هيك بيقول. الحمد لله احساسك الحمد هو لله. يعني العلامه تبعك الحقيقه. أيه. هو الغنى. شنو هو الغنى؟ احساس يعني. انا صوتي أيه. مش عريض كثير ولا عندي يعني دافي انت يعني ولا عندي يعني الامكانيه الكبيره في التصرف. الأهم. بس عندي الحس الحمد لله. عندك الحس مرعب كتير باين وكتير حقيقي. طب شو جاب عليك تغني لنا؟ يلا شو جاب عليك نبدا؟ انا عندك احس ان صوتي نايم. سوري شو تشربي؟ اسفه. لبين ما يعني يسلطنوكي ويعزفوا لك اي شيء قولي لهم شو جاي على بالك. شو تشربي بيبي؟ ممكن بعد شوي اشرب شاي؟ لا هلا مشان هيك وذوقك شيء يعني. شنو شاي؟ في عصير مانجا وكوكتيل وفي ممكن يعسون. اشرب نسكافيه مع كوفي ميت شويه. في كوفي ميت بلا سكر؟ بدون سكر. بدون سكر على راسي. وبدون حليب؟ كوفي ميت هو حليب. بس كوفي ميت اوكي، لانه انا بحط كوفي ميت وحليب، فلسفه ما لها اي داعي. طب قولي لهم شو جاي على بالك بس يعزفوا لك اي شيء شباب، بس تشوفي مواهبهم الفذه لشبابنا. لا تفتحوا يا حلوين، اتفضلوا تفضلوا. ما حد غريب. حسبت أشواقنا الشوق توما فاق والثاري بقلبي السعيد حنين
احسبك في يوم تجي وتحرك اشواقي حسبت اشواقنا غابة واثار الشوق توافى واثار بقلبي الساهي حنين لك بعد باقي انا ما كنت احس بالنال القلوب الساهية تشتاق ولكن تحسبك في يوم تجي وتحرك اشواقي ما ادفعك وما اطيبك. لمين كنتي تغني؟ انت بتحبي تسمعي عربي غير الخليجي؟ اه طبعا اي شيء يعني كثير ولا بتعشقي الخليجي اكثر؟ يعني بتسمعي ام كلثوم عبد الوهاب مين اللي بسمع اكيد اكيد لا مين اللي تعلقتي يعني فيه؟ اول شيء مين كنتي تحبي اكثر شيء؟ بحب ورده انا كثير ام كلثوم اكيد يعني كلنا تربينا عليها يعني كلنا بالبدايه كنا نسمع ام كلثوم كثير اكيد بس ورده انا كمان بموت عليها الله يرحمها لأن يعني وردة عرفناها هيك قد ايش شخصية طيبة وحبها أنا الله يرحمها يا رب يعني أحب وقفتها على المسرح وتمكنها وشلون تتصرف بال ولها وقفة يعني لها يعني لها شخصيتها وردة هي يعني. وأنا كمان بحسها يمكن لأني كمان عرفتها قد ايه تبين إنها هي بني آدمة فظيعة حاجة عجيبة كبني آدمة يعني كثير مطربات كبار تبع زمان ما بنفهم يعني انا ما بفهم لهم كثير شو هن كبني ادمين ما بعرف حسهم يعني ما بقدر اتوقعهم بس ورده بتتوقعيها يعني بتعرفي انها هي كهلهليه طيبه حتى انا وقت شفتها كريمه قلت سبحان الله والله العظيم كنت حاسه وهي بتغني هي انسانه كريمه هي كثير كانت كريمه سبحان الله الله يرحمها اظني هاني والله اسف اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا هاي روحي انت هاي عيوني تعال انا دائما بحب سبق بس الا الشباب يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا انا قلت لك هاني بقى هاني يعني اطيب مخلوق بتاريخ الفرحات هلا حبيبي يا هلا الله انا اسف على التاخير لا بالعكس اهلا وسهلا شرفتنا باي وقت برد ها اي يعني اساسا قولي كمان برا شوي 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 صار بروده هنوش ايه الاخبار بدي لك على شيء بتعرفي نوالتي قبل ما شربك شيء هاني تقريبا تقريبا بس وما حدا يزعل يعني ليش بس هاني بس من يعني مئات الناس اللي تعاملت معهم حبيبتي اللي كل العالم بتحبه حب غير طبيعي صحيح وكل الدنيا هو عنده احساس بالاخوه هو عنده طهاره بالتعامل هي بتخليه انه يتصرف ببساطه وتلقائيه مع كل الناس طبعا هذا اللي خلى بس هذا اللي جاي على بالي يعني كثير يا الله بقول نفسي امسك مايكروفون بالشارع اقول هالبني ادم قد ايه طاهر قد ايه نظيف قد ايش انت يعني اخ وصديق عشان انت كده بس يعني اخ وصديق حقيقي حقيقي ما شفت لك انا يعني شفتك مثلا 100 مره بهالحياه اكثر شويه بس في ناس اكثر شفتهم في ناس شفتهم اكثر بس ما بقدر اسمع كلمه على هاني اي الكل يحبه كلمه اطلاقا لانه هو يحب الكل هو صديق فنان بس عنده شوي بقول لهم لا ما عنده انا متاكده بيقولوا لي لا لما بيختلف مثلا مع حبيبته ولا بقول لهم الا هاني مستحيل يغلط عشان هي كده شايفاني كده لا مو بس انا كثير ناس مو لهالدرجه اوعى لا فعلا الكل يحبك يعني يعني ايه كل الوسط لا اللي بيحبوني اللي هم البوم اللي البوم ابيض زيكم يعني يا حبيبي والله يعني عندك ناس ما عندك مشاكل معهم لا خالص بالنسبه لنا لا بس ممكن يبقى ناس عندها مشاكل معايا بس انا بالنسبه لي لا مش مشكلتهم يعني بس انا لا بالعكس بالعكس كل الناس يعني بحب كل الناس اشتغلت كثير يعني اكثر الاغاني تبع الخليج انت الحمد لله كثير الحمد لله وبتعملها لانه انت بتحب هنوش يعني بتحب بتحب هذا اللون والله انا كنت محظوظ جدا في دخولي الخليج لان كنت دخلت الخليج في فتره
كل الناس عايزه تعمل حاجه جديده، وكل الناس عايزه تطور الناس الاغنيه نفسها، الملحن المتحكمين في الاغنيه كانتاج وكده، كان عندهم استعداد رهيب انه عايزين يعني. ده برضو من حظي الكويس قوي ان انا دخلت في الفتره دي، فكانت اول اغنيه عملتها خليجي كانت لعباس ابراهيم ناديت. يا الله شو حلوه. وتاني عشان تعرفي انا محظوظ ازاي، يعني جميل هذا الولد كله جميل. ان انا عيل محظوظ ازاي، خجول ومؤدب. تاني حاجه كانت سواها قلبي. والله ما عليكي. وتالت حاجه سم، يعني ما شاء الله كانوا لقوة كانوا مش حلو على الناس كمان. وكانت سم تالت حاجه، وبعدين رابح، وبعدين عبد المجيد. فيعني قصدي من كتر الحظ، عشان تفهمي بس انا محظوظ ازاي. من كتر الحظ مع كل الكبار غير انت كمان الناس اللي يعني عملت لهم انحظوا، يعني تقريبا انا من اشهر اغانيي سواها قلبي. حلوه الاغاني الخفيفه. يعني اشهر اغنيه كانت لي على الاطلاق، واحنا عشنا تجربه رهيبه. طبعا انا ناديت بتعرف تغني؟ انا بحفظ كلام اي اغنيه في حياتي. معقول؟ في حياتي يعني بسمع المزيكا بس. يعني عندي مشكله رهيبه في ان انا اتابع الكلام بتاع الاغاني. ودي دايما تروح على المزيكا. والتوزيع اهتماماتك. طيب بعد ما تروح ودنك على المزيكا افضل كده؟ ما في ناس كذي تروح ودانهم على المزيكا اول شيء يسمعون وكل شيء وتمام، بس بعدين يرجعون على الكلام. لا كل مره اسمع، يعني كل مره اسمع فيها التراك اللي انا بحبه اكتشف ديتيلز جديده في المزيكا، فبرضه لانه كمان بسمع التوزيع كل تركيزي وكل عقدة يعني بيسمع ما وراء الخبر. من وانا صغير ما بحفظ ولا اسماء اغاني، ولا يعني لو سالتيني مثلا قولي السي في بتاعك اغاني ايه، ولا هعرف افتكر لك ثلاث اربع اغاني. على فكره كل المتخصصين موسيقى، يعني انا مثلا عندي اختي، احنا العائله كلها كلها بالمعهد. واختك بتغني؟ لا اختي معيده بالمعهد. خلصت ماجستير تحضر الدكتوراه موسيقى. ما شاء الله. ابن اختي حضر ماجستير دكتوراه موسيقى، ابن اختي الثاني حضر دكتوراه ما شاء الله وماجستير موسيقى. فاحنا اربعه خمسه سته بالمعهد كلهم معيدين بالمعهد، كلهم عاده اول ما يسمعون تروح اذنهم على طول على التوزيع والجمل الموسيقيه. وش قايلين سولوهات وهذا ايش قال. مزبوط. ما احلاكي بس انت ما احلاكي، بتفاجئي مرات انك بتعملي اشياء يعني جريئه فنيا بالموسيقى. أنا احب الجرائه بالفن. بتروحي بس بعد بحدود أدي. والله اصاله يعني بحدود، مش لهالدرجه انا جريئه. يعني في اشياء بالموسيقى انا بحس انت عملتي اشياء كثير يعني كثير جدا. اليوم عم بسمع لك مثلا من فتره، يعني مو اليوم الحقيقه، من فتره عم بسمع لك البوم 2004. شكل الموسيقى مثل اللي تقدم مثلا السنه الماضيه. مزبوط. يعني نوال دائما مزبوط. سابقه بالتوزيع. مزبوط. تحديدا مزبوط كثير سابقه صراحه. مزبوط. يعني الفضل اللي يرجع له هو ما شاء الله. بس كمان طريقه ادائك انت فيها جراه. ما هو على حسب انت لما يعني تدخلين للاستديو، على حسب جو الاغنيه توزيعها وشكلها. اكيد ما تغنين كل اغانيك بنفس الجو وبنفس المود وبنفس الطريقة. أي هي حتى مو نفس الصوت. ما شاء الله. صح. حتى مش نفس الصوت تستخدمينه يعني. صح. أكيد يعني تصير لك. إيه بس أنت بتبان معك كتير. طب غنينا ياها هي. الله يوفقك تقبريني. يلا معاي. يعني تبغى السلق؟ اشتقت لك كل الحكاية، اشتقت لك كل الحكاية، اشتقت لك كل الحكاية، اشتقت لك أمر ولا يمر عليك أنا وقلبي يا حبيبي يا حبيبي، أنا وقلبي بين ايديك تبغى الصدق أنا خلاص.
السما لي خلاص سلمت لك اللي وش لي معقلي سلمت لك كلي وش لي معقلي أفراح وصال وهنا ولا شقا خلي الله يا عيوني أنت الله عليك الله تعالوا نقول شيء قديم بتحبي محمد عبده طبعا عشقا الله طب نقي لنا غنيه لمحمد عبده لمحمد عبده في اغنيه باب اللي هي بتقول اون الله اون يا حلالي توني بحبها كثير والبرد في جوفك ما الغرغر الله ما كن لي عقل ولا قلب كني جذع وقف في وجه الايام خاوي هي مو موجوده لا حافظينا الله لا تخاف من زيني حافظينا اون اون من هون بيب من اون ايه اوكي بس انا ترى مو حافظه وايد بس هي بس يعني. الدخول نقوله اون ورياح الليالي توني والبرد في جوفي كما الغرقاوي اون ورياح الليالي توني والبرد في جوفي كما الغرقاوي ما كن لي عقل ولا قلب كني جذع وقف في وجه الأيام خاوي جذع وقف في وجه الأيام خاوي في أغنية كمان للأمير عبد الرحمن من الأغاني الأخيرة له اللي كتير كتير انشهرت للعبقري هي مصبر الموعود الله صالح يسلم مين بتحبي من البنات بالخليج بيب بتسمعي غير أحلام طبعا بتسمعي أحلام بسمع أحلام حبيت شو اسمها البنية طلعت فترة سووا برنامج على الام بي سي ما اعرف شنو اسمها ايه اخذت اخذت لوجين عمران اخذت لوجين شو اسمها كثير ناعمه هالبنت اسيل اسيل ايه اسيل نعم وفي بنت حلو. كمان صوتها حلو اسمها اصيل مزبوط اسمها اصيل اصيل دي اصيل ايه. حلوه كمان اصيل عراقيه عراقيه عراقية. ايه. ايه كمان وفي رحمه كمان صوتها جميل كمان رحمة عراقيه رياض. ايه رحمه رياض ايه. ما سمعتها سامع انت صوت ابوها لا هي ابوها انا مطرق. طبعا اللي اعشقها عشقا 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 بلقيس الله 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 بنوته بنوته جميله ما شاء الله اي هي بلقيس كمان اي بتجننا جنان رسمي رسمي اليمن 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 عندهم عندهم ثقافه عندهم ثقافه ايه موسيقيه رائعه طبعا رائعه وعندهم هذه اللفات بصوتهم مثل دول المغرب دول المغرب واليمن عندهم لفات هاي العرب نسب مقامات غريبه ايوه مقاماتهم عن شبه مظبوط يعني انا لا لا ثقافه موسيقيه عندهم حضاره طبعًا. موسيقيه طبعًا. يعني انا لا احفظ مثلا رهيبة. مره قررت احفظ مع انه كثير طريقتي قريبه يعني من يعني كاني من مدرسته انا العظيم ابو بكر سالم موت عليه موت عليه توني كنت بقول لك مخيف ما كنت احفظ ما بعرف كيف بيقول الاغنيه لا لا مش معقول لا لا مش مو معقول ما شاء الله يعني لما يعقد يعقد خصوصا لما تقعدين يمه كذي يغني لا يعقد بدون فرقه بدون شيء يعني تخت بس كذي اه مخيف
يعقل مخيف، هو خلق بس يغني. ايه سبحان الله، بس يعني فنان حقيقي. طب تعالي نقول أغنية لك يا بيبي، شو جاي عبالك؟ شمس وقمر كمان تركي. شمس وقمر. نقول لهم طيب نقول شيء لك. ليش لي؟ لا إلك أول إذا بدك. يلا مش عندي بعدين أنا، مو مشكلة. هنوش ما بدك شيء من الفواكه يا عيوني انت؟ انا هقوم، انا مستني الاكل يا حبيبتي. يلا عم طب بس كل فواكه في اكل، بس فواكه والحاجات دي ما لك فواكه. اوكي مش بتاع الكلام ده. بحب الاغنيه دي. ميا هاي فيها هاي ولا لا؟ ممكن ايه بعدين. اوكي صوت الناي ما يطلع، يعني اذا ما تستمر. لا ترى انا غنيت اذا هتلعبني. هلا عجبني. تدري انا وياك قصتنا مثل شمس وقمر. شمس وقمر من أول الوقت حتى آخره ما يلتقون. يا حرام كل اللي يدور صاحبه، كل اللي يدور صاحبه، كل اللي يدور صاحبه، حكم القدر تشرق تبيه يغرب يبيها، وفي السماء يتخالفون. تدري أنا وياك قصتنا مثل شمس وقمر. تدري أنا وياك قصتنا مثل شمس وقمر، من أول الوقت حتى آخر ما ينتبون. كل يدور صاحبة، كل يدور صاحبة، حكم القدر تشرق تبيه يغرب يبيها، وفي السماء يتخالفون. يا حبيبي للأسف ما بيدنا حيلة، هذا نصيب قلوبنا، ويا الله خيرة. يا حبيبي للأسف ما بيدنا حيلة، هذا نصيب قلوبنا، يا الله يا خيرة. كل شي حبيب ينتهي بس حبنا خالد، صفحة تشع من البياض الله بها شاد. كل شي حبيب بنتي حبنا خالد، صفحة تشع من البياض.
انا ما عاد اظن اللي معك اسمه ويا عزتي للي القدر ولده خصمه تدري انا الله فيروز كأنه أفلاتك أنت الله. الله فيروز كأنه أفلاتك أنت الله. فيروز يا حبيبتي مشكورة طبعاً تسمعيها طبعاً يعني بتحبيها حافظتي لها طبعاً بدك تغني لنا أخاف أحضر لها أخاف أحضر لها إيه أنا حضرت لها حضرت لها وذبحت نفسي بكى وزعجت كل اللي وراي كلهم يقولوا لي من فضلك يا حبيبتي تسمعي بصوت عالي انا بكاي كثير مشرشح كان حلم حياتي مثل رفقاتي حلم حياتي ابكي بكوه نجلاء فتحي هي تبع الدمع الشامخه ما بعرف اعملها يعني دائما بتعرف طب بسأل شو عملت معك يعني بس بكي بشرشحة شرشحة ما اني كمان يعني انت هيك بتبكي اطفال بحس ان انت كمان بتبكي اطفال ايه انا ببكي اطفال ببكي أطفال بدون صوت كل التعبير هدول الاشياء لا 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 ما بتبكي انا ببكي بدون صوت بدون دمع كمان لا بدمع كيف وايد كمان طق 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 كيف بس بدون صوت ما في صوت وكمان اتألم بدون صوت بعيد الشر عن قلبك ان شاء لا يعني قصدي اسم الله يعني اذا الم او مرض او مثلا في ولادتي بحنين اي انا الولاده مش عارف بتشي اكثر مني انا الولاده يعني ولا كلمه ولا حرف ولا شكوى ليه؟ لانه ببالي يعني اصوات اقاربنا وهن عم يعملوا ها قلت والله العظيم وانا طفله يا رب ان شاء الله اذا انت هيك يعني رزقتني وجوزت والله اعطاني يعني اولاد مستحيل تمي افتحه من كتر ما كنت اتضايق من هالصوت ايه نرفز فعلا كثير بضايق بشكل فيعني لا هو مش نرفز هو يقلم يعني يقلي الدكتور يعني حاسم قال له يعني محمول دكتور كثير محمول هو طبعا اظني ما كان محمول قال له هيك لا مش محمول بسيط يعني مو كثير اللي ليكون تعبانة قال له كثير عادي يعني هيك بس برافو دي حاجة مريحة لأنه هي اللي بيعملوها كثير مزعجة فيها في ناس ما حرام يمكن في ناس ما بيقدروا ولازم يصرخوا في ناس ما بتحمل في ناس من الإبرة تصرخ يعني بس كمان مرة حضرت لرفيقتي عم تعمل فتوة حواجبها عملت أول حاجة بدون جوزة بيعملوا لها بيرسموا لها حاجبها اول حاجب بدون جوزها فعم تعمل عادي كنا معها عم تعمل مثلا هيك لما تغزي الابره وعادي بعدين يعني لانه حط كريم بانجو هيك لما اجى جوزها عملت بقى مصايب بالحاجب الثانيه ليش بتقولي يعني انه كثير هذا عرفتي يعني بنات في بنات بيفكروا دلع دلع بدي عشان خاطرك تعذبوا انه ايه توجعت فمرات يعني بيكون نوع من دلع. دلع يعني صح دلع مزعج دلع مزعج وفي الولاده بالذات علشان الولاده تحسس الراجل قد ايه طبعا هي طبعا الست اكيد الام بتشوف الموت اكيد طبعا لانه الحقيقه يعني مرات بعيد الشر بعيد الشر بس بعد الواحد يحط بباله يعني الام اللي تولد تحط ببالها تقول
انا عارفه ان مش شيء غريب مقلمك وانت مو عارفه، كمان القلق يزيد الالم مرعب. لو احد يعني قلم شيء وما يعرف شنو، انا ولدت بتركيا، بس لما تتألمين انت عارفه هذا الالم مدته هالكثر ساعات وبعدين خلاص. بس بعدين فيها اللي بتيجي حالاتها احلى حاجه في الدنيا. انتم ما شفتوا شلون احلى حاجه؟ لا الولاده يعني. مش الولاده هي احلى حاجه اللي بعد. طب تعالوا نغني. شو نغني شيء للاولاد؟ شو نقول شيء للاولاد؟ قاعد افكر اسوي شيء انا حق الاطفال. انت لازم تساوي بس صعب يعني، لازم تساوي لحنين لبنتك يعني صعب يعني ابي اسوي شيء وايد حلو وغريب وصحيح يعني صحيح. اصلا بالخليج ما نعمل يعني، بالخليج ما نعمل اغاني للاطفال. لا اي مسرحيات يعني ان شاء الله. اي مسرحيات يمكن اغاني اطفال ماشي. بس قصدي يعني فنانين هيك مهمين ما عملوا فنانين كبار. الله شو لا تخاف من الزمان. الله لا بس بدنا نقول غنيه للاولاد. شو نقول غنيه للاطفال؟ غنيه قديمه تكون حافظتها. فيروز شو غنيت شيء للاطفال؟ لا هذيك صباح الشحروره الفضيه. صباح شو اسمها؟ تغني لي اياها. هذه ماما زمنها جايه. لا مو ماما زمنها جايه، بنتي كان عندها غنيه. صباح شو عندها غنيه كانت؟ حبيبه امها. ايوه حبيبه امها غنيتها حق شيرين انا لما كانت حامل هي. والله مع نشان. بس ما اعرفها غنيتها غلط. طب في كانت في غنيه ثانيه كانت. طب تعالوا. طب في عندي انا غنيه لو تعرفوا حافظتيها؟ يلا لو تعرفوا هي للاولاد. حافظين لو تعرفوا؟ هي للاولاد صح؟ هي لما سمعتها حسيتها كذي. هي للاولاد. هو الله يرحمه عبد الوهاب محمد كاتبها للاولاد. الله يرحمه. صفحه 14. وانا بعد ما عرفت انه هو كاتبها للاولاد صرت حسها للاولاد. حسها انا حسيتها على طول صدقيني. اول ما غنيتيها حسيتها. بس ما تكون عاليه. من وين حتقولوها لو تعرفوا؟ لو تعرفوا. عرفتوها؟ لو وطيها وطوها ريها صح؟ بريه كده مش قولي لهم من وين بيبي انت. فيها مناطق هي عاليه. انا يعني انا بزعوت. انت قولي لهم والله هاتي. الله من هون كويسه بيه. يلا طب قولوا لنا اي شيء بالتاريخ يعني هيك. ايوه كل الوقت ما بعرف. لا تقدروا حتى
بدك مانجا؟ لا عندي عصير. لا مانجا. بدك مانجا؟ لا هو مانجا. بدك قوم مشان ما ضل لكم. شو نغني شي لورده؟ شو تغني بيبي؟ شو جا بالي؟ شو؟ ومان شو في غنية هيك تعبر عن الاستقرار؟ شو من الاغاني انت اللي بتحبيها؟ كل شيء اكو شيء غنيته ورده مو حلو شو هو مثلا قولي يعني لا بلاش اكذب عليك الاغاني اللي غنوها مليار مره العيون السود مطحونه احبها حب رهيب شو اولها العيون السود اولها ايه شنو اولها العيون السود حنين ما بتعرفي يا بيب حنين هاي اللي لازم تحفظيها لا يا عمري بنتي مو حافظه حافظين حنين هذا المقطع هو من وين بينقال حنين 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 اجيب مي قولوا شيء منها بعرف انكم مستحيلين والغربة هي والله العظيم بتلق لك يا بيبي حنين وتركيا وكله يعني كأنه مكتوبة إلك لازم أحفظها لا دي بكرة بدل ما تعملي أغنية جديدة الله يحفظها يا رب بدل ما تعملي أغنية جديدة خلاص أغنية خلاص لقيت أغنية على حنين ومين ووردة الله الله يرحمه امين يا رب العالمين أحبك وحنين
أول مرة بغنيها بس لأنه تذكرت حنين على بنتك الله يخلي لك إياها يا رب. فهي عندك غنية حنين وتسجلت خلص لازم تحفظيها هاي. لا أوكي أه نزيها لازم أحفظها أحفظها وأحفظها أحفظها وأحفظها أيوه. شيلاك في نن عيني الكلام شو كان بسيط 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 بس عميق. هي عموما عبقرية الفن عبقرية يعني عبقرية هذاك يعني أنا طبعاً ضد كلمة هداك الزمن لأن دائماً في هدول وفي هدول طبعاً في بس كانت الدنيا أبسط أكيد كانت أبسط طبعاً الموبايل بس لحاله عجقنا هلكنا يخرب بيت ده كل حاجة الموبايل يعني شو بم تخيلي الطيارة لما أطفيه تخيلي إن إحنا بقينا في عصر دلوقتي بنبعت لبعض نكت مسجز وبنضحك مسجز يعني نكتب ها 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 مسج مش معقول يعني الثقافة كانت مختلفة مش معقولة يعني التواصل الحياة مباشرة بيموت. كانت يعني كمان فقدان الناس للكم اللي الحين موجود معقول هذا الكم اللي موجود يغني يعني ليش ما يسوون شيء ثاني إلا يغنون يعني إذا حدا عنده موهبة فذة يعني اليوم مثلا أنا بقول يعني أكثر برنامج شفت فيه مواهب بالحقيقة هو The Voice أصوات رهيبة صح رهيبة تخوف رهيبة في شاب مغربي مطير عقلي رهيب مطير عقلي اللي كان بيغني شاب خالد اللي بتسميته شيرين فراولة رهيب في بنت كمان مغربية شعرها كذي تونسية يعني مش اللي شعرها كانيش طويل كيرلي اللي بتغني انجلش كيرلي تغني انجلش غنت اول مرة على الجيتار مش معقولة فظيعة وفي بنت تونسية غنت اجنبي تونسية غنت تغني عربي هذه اللي مع كاظم وفي بنت كتير كتير انا حبيتها وشيرين ما بعرف مع انه البنتين يعني حلوين اللي في بنت لبنانيه بنت مصريه للاسف ما بعرف اسمها نسيت اسمها اوكي ايه عرفتها اللي غنت عارفها بس مش فاكر اسمها اللبنانيه كانت وايد حلوه اللبنانيه رهيبه المصريه رائعه المصريه اللي هي بتعمل كاستنج تعمل دكتوره دول هايلين هاي يعني اللي بيعملوا كاستنج علشان يصفوا ويجيبوا دول المواهب دي بس كمان انا بقول هذا البرنامج انحظ بالمواهب انحظ انا ما شفت هالكم المواهب ببرنامج تاني بس انا اعتقد ان دول ليهم سبب رئيسي اللي بيعملوا كاستنج للناس يعني اللي اختاروا اللي لفوا واختاروا المواهب دي يعني هايلين اكيد بس صح كلامها اصاله فعلا والله. اكثر برنامج فيه اصوات فيه اصوات يعني خلينا نقول يمكن اربع ثلاث اصوات اللي مو حلوين كلهم الباقي حلوين يعني انا كانوا بيغنوا اياه طبعا انا كثير لانه بعتبر انه كانوا صرنا اصحاب خلص رفقه يا نور عيوني يا نور عيوني ما شاء الله قوة الا بالله كأنه عم يسمعني لا حتقولها هو عم يقولها لي بشيل بكون يعني حاسه ماسكه قلبي بايدي بكون وقتها المصريه كثير زعلت كثير زعلت انه طلعت لا في حرام خساره انا كنت متاكده انها حتعمل شيء رائع كمان المغربي مجنني طبعا مجنني والبنت التونسيه سمعتيها؟ ايه تخينه شوي لا مش عارفه هي ما انتبهت لها انا ما شفت كل الحلقات بس في بنت تونسيه غنت اول شيء اجنبي بجنن العقل وبعدين دشت على العربي برافو عليكي هاي كثير حبيتها كمان اي رائعه وفي برنامج اللي فيه سميره بموت عليها حبيبتي سميره وهاني ما شفته هذا امس شفت الاعلان شفتي انا كثير شفته بس يعني انا كثير زعلت ليش ما حبيت الفكره كثير زعلت لا شوفوا بس لانقهر يعني ليش؟ انا بقول بس اللي بيغنوا ما يتعاقبوا حتى لو بيغنوا هفتان يعني شو يعني حرام امس شفت في بنات زعلت في بنت من الاوبرا انا بحبها وقعوا حسيت البرنامج نفسه كانه فقير البرنامج يعني انتاج شيلي هاي المواضيع ما بعرف يعني اي اظن بس طبعا يعني طبعا بالحفره
ما صدقت دنيا وحده. شو يوقعوا منهم بالحفرة؟ يلي ما بيعجبهم بتفتح الارض وبيوقعوا بالحفرة. يا علي في بنت بالاوبرا انا كثير بحبها وقعوها مع انها غنت كويس. بس طبعا انا اليوم اكيد انا متاكده اذا بتقلي لي وقفي هون واذا ما يا اصاله غنيتي مزبوط حتفتح الارض وتوقع اكيد حنشز. اكيد ما رح تقلي. اكيد حنشز حموت رعبتي تنفتح وتوقع. يعني فكره انك تدخلي فنان يعني اي حد موهوب فهو فنان يعني انك تدخليه في شكل لجنه متحفزه جدا جدا ويعني قاسيه في تعليقاتها. هو حبيبي الاستاذ حلمي جاي عليه يعني ضابطه مش مع يعني ضابطه معه. هو ما ينفعش يوقعون بالجوره يوقعون بجهنم يعني علي ان شاء الله. ممكن يقول لهم حطوا له تحت بوتاجاز وولعوا لي اياهم. بس انت عارفه بقى اكتر حاجه مضايقاني ايه في كل كتير زعلت من كتير زعلت من الفكره. فكره ان لما الناس بتقع كم الضحك اللي الناس بتضحكوا يعني كم الضحك اللي هم يعني سميره وهاني وحلمي مش معقوله يا جماعه. يعني هي صعبه على البنات الصبيان يعني لان هذول عيني غنون يعني حساسين. ايوه مش معقول. حتى لو عندي في بنت عماله بتغني بالاوبرا حد بنت شاطره وصوتها حلو انا بموت على صوتها. مظبوط انا عارف اللي انت بتتكلمي عليها كثير عليها. ارتبكت اكيد انا مكانها برتبك ومكانها بنشد ومكانها بهبل. ومفيش ولا انس مفيش ولا اله بتلعب معاهم وداخله الوشوش كلها مش رقبة نشفة يعني انه لانه لجنة فكرة بس يعني ليش الحين زعلان كثير يعني برايكم ليش الحين الفاشن في كل القنوات هاي البرامج مواهب ليش إن يعني بالحقيقه في منا حلو كثير وفي منا مهم. يعني اليوم مثلا صوت الخليج مهمة طبعا. صوت الخليج طلع حدا يعني طلع كثير مواهب رهيبه بس طلع انا بموت على فؤاد عبد الواحد بموت عليه. هو بحبك كثير وقال لي اليوم هو بمصر قال لي بلكي بيمرق على العشاء هلا بيشوفك فؤاد رائع. لازم تسمعي اليوم بيب اللي غنيت بالصوت هي طلع من اللي قبل اللي هي طلع من برنامج في مثلا الجريني اعشق الجريني مش معقول حبيبي تركيبة فنان جداً. فنان خاص له شخصية جداً. خاصة ما كنت كثير حبه يعني كنت ملخبطة فيه الصراحة ما عارفة بلكي هو ما بيشبه الشيء اللي انا بحبه شكله هيك يوحي يعني على التلفزيون. اجى تعشى عندي لا تتخيلي قد ايه حبيته. في ناس بيصير معي العكس يعني في ناس لما بتقربي منهم ما بتحبيهم بتكون فكرتك عنه. هو من الناس اللي بس تشوفيهم يعني كثير بتحبيهم. راقي ابن ناس مثقف بحس باللي قدامه بحس بالموهوب هيك وبصير كثير حبيته. قلت يا ريت كل الناس يعرفوه على حقيقته. جدا ناعم ومهذب ومثقف ابن ناس. طب تعالوا نغني اغنيه لنوالتي. يلا نغني. بس طبعا نحن هلكناهم اظني للصوت الحياة غيروا الفكره ما يا ريت بصراحه اذا عرفوا هيك قلنا اذا عرفوا هيك قلنا بالسر بالبيت. انا ما شفته هاني واصاله اللي قالوا اي وانا فعلا لا صحيح شو تقولي هاني واصاله ما شفت. انا الصراحه الفكره ما حبيتها يعني كثير زعلت منها موت على هاي. طبعا موت على هاني. شفت امس الاعلان وحتى بالاعلان ما يحطون كلوزات على ما عرفت منو الثالث معاهم منو استاذ حلمي. استاذ حلمي استاذ حلمي استاذ حلمي ما شفته ولا شفت سميره الا بالاخير ما انتبهت انها هي سميره اللي مقهور عليه. عرفت سميرة. من طريقه حركه حركتها يعني بضل بدلعنا بدل مدلع الدنيا كلها ويا حبيب قلبي ويا حياتي هاني شاكر طبعا هنوش طبعا فيعني هو مشهور بلطفه مزبوط عرفتي. فانا حاسه انه يمكن يكونوا كمان مثلنا ما كثير مبسوطين وبس بتعرف مرات اوقات تنحط جوا الحدث تعمل اشياء انت مو راضي عنها وتكتشفي فوس وانت بتعملي وبتقول شو بدي اعمل يعني شو ساوي بحالي ما بدي الاولاد يوقعوا صح. شو تغني باب الله حسيبك ولا الله ولا بيحسدوني عليه بما انه حكينا على يلا حكينا على رياض الله يرحمه حبيبي والله يرحمه الله يرحمه. هل ايه بتعرف كيف بس هي انا شلون بدي اعزف لك بدي لك على هي انا اعزف لك انا معتبرتها هي آلة موسيقية يعني قوية مهمة آلة موسيقية مهمة جدا. انا كانت بدي اتعلم الدرامر ان شاء الله كثير بحب الايقاع يعني كثير بحب هي فرقة بدون ايقاع شو تسوي ولا شيء فرقة كاملة يعني هي المزيكا ايقاع ونغم طبعا هم دول العنصرين بتوع الموسيقى طبعا يعني قديش مهم ان لما يكون هيك وين تسعة
انت حافظتيها بيب. خلنا ننزل شوي، يعني ننزل شوي الطبق. لو نص بالنسبة لكم تمام أو تون خليه واحد. احنا كده نزلنا واحد. هل إيه بيحسدوني عليه؟ بيفكروا قلبي بالهوى تغنى لما شفت عيني. قال ايه بيحسدوني علي؟ بيفكروا قلبي في الهوى تغنى لما شفت عيني. على ايه؟ على الجراح ولا الدموع ولا الألم؟ على العذاب ولا على دمع الندم؟ على الجراح ولا الدموع ولا الألم؟ الكوبلي بحبه كتير. صدقت كلامه وعشقت غرامه، أنا فاكرة حبيبي بيهواني، يوم يبقى معايا يوم ينسى هوايا ويفوتني الحيرة وأحزاني. صدقت كلامه وعشقت غرامه، أنا فاكرة حبيبي بيهواني، يوم يبقى معايا يوم ينسى هوايا ويفوتني حيرتي وأحزاني. احترت ليالي نفسي ولا إيه؟ ولا إيه؟ لما شفتاني
الله الله هذه صفقة يعني أي فرحة الله شو بحبها أنا عمل لي كمان رياض الله عمل لك أتذكر أنا يسويها لك وأنا كنت معاه عمل لي أغنية أتذكرك شو بابي رياض عمل لك إيه عمل لي أغنية كتير كتير بحبها إيه أنا هلا بتذكر لك إياها لأنه بس بكون بدي أتذكر الموضوع بقوم بنساه بس عمل لي أغنية كتير كتير بحبها عمل لي أغنيتين أغنية ما عرفت غنيها ببيتو خدي لك أي واحدة بس مشان هلكت فيهم تفاحة شيلي ها ما طيبة كتير شيلي يا شيلي لا طيبة يا. والله طيبة فؤاد المفروض أنا أخذت العشاء مشانه بس خلص قومه قومه لأنه تأخذ هنأكل؟ ما يأكل لا ايه. ما راح صور ما راح يجي قلت المفروض يجي هذه اللحظه اللحظه اللي انا مستنيك تقوليها من زمان من زمان يا عيوني انت يعني بكره بكره حجوزك وحده تطبخ لك هيك طبخات خياليه انا مع عيالي خلاص اكتشف لك اياها تعال ساعدني انا تعال ساعدني ما تقليش يعني بتفضل مرتك تكون تبع بتحب المطبخ اه يا رب يكون فؤاد بتحب المطبخ ولا تضلها لابسه هنوش نعم يا حبيبتي بتحب مرتك تكون هيك كل الوقت بالمطبخ وهيك وترتب لك الاشياء وتكون هيك يعني منظمه ولا بتحب تكون لابسه كعب العالي بالبيت ومرتبه ومكياج وكل شو بتحب اي وحده لا لا يعني يعني اي وحده منهم اكثر يعني ان انا ارجع من ارجع اهلا اهلا مين الجميل ده ولا لا استاذ السلام عليكم اهلا قول حبيبي انت هاي روحك اهلين عاش من شافك اهلين وسهلين هاي نور عيوني اهلاً هاي فؤادي هاني فرحت فرصه سعيده اشوفك انا اسعد يا حبيبي ربنا يكرمك يلا اخبارك الله يعيونك تمام جايب حاجه من اليمن تسلم يا عيون ايه والله تسلم ايدك آه بس هندوق دلوقتي ها تقبر قلبي مش يروح مش راح مع عصابه في البيت كل فنجان قهوه الصبح لانه امي عم تدور زبيب يا عيوني انت تسلم ايدك يا نور عيوني من شكرا يا عيوني انت سهل. الله اللوز الصغير لا اللوز الصغير بموت عليه حتى تبع المشمش ايه كيف تعرف المشمش ايه سمعنا ايوه سمعت انك صورتي تبع الاغنيه ولا لا اطعميكم منه معلش ما صورت عشان تتعشوا بس كان في خبر انه راح تصوري اغنيه من الالبوم نفسه لا مو صحيح يا عيوني انت تسلم ايدك حبيبي الله يكتب الخير والبركه يا رب ان شاء الله ايه اسمع تعال يا بابا تعال احمل يلا اسمع اغنيه ايه قال ايه هل إيه. سمعتها لبرا كمان عندنا جاره هون يا بيبي هو انا جاي على نفس الوقت ولا لا انت قلت لي جاي على العشاء واحنا اخرنا طبعا مشان حضرتك الله انت جاهز يا روحي بعدين قلت لهم قوموا على العشاء الفرقه الغاليه حماتك بتحبك ايه جوعانين يلا نوالتي الله يلا يا يلا انا كلنا كلنا على العشاء قومي يلا صحيح ايه يا عمري انت وانا ما ساعدكم بشيء مبلا ازيك يا فؤاد المخلل من ازيك يا حبيبي هذا عملته صاحبتي ايه سماع هذا حبيبي انت جاي من الشام اول شيء عملت لنا انا سامع يعني عنك كبير بس بالاسم يعني اول مره اشوفك الله يخليك ويبارك يا رب اه انت ما سمعت فؤاد هالنور لا سامع عنه سامع عنه كثير يعني عيالي كلميني كثير نمت كويس حطوا ابوي نمت كويس الحمد لله دربت صوتك منيح اكيد ماشي لا يا احنا رح ناكل بدل نرجع نغني فؤاد انا لا بس ناكل ونعمل اي حاجه يعني على المبدا القديم القديم ببساطه احنا نقول تعشى وتمشى لا هي تعشى وغني عادي يا نور عيوني تفضلي يا عمري انت طب وقول اتفضلوا شباب الجميلون اتفضلوا يا حلوين يلا رجاله شباب وبنتي ما شنو اخبارها هناكل هتاكل وانت هتاكل انت هتاكل قلبي يتغطى لا انت ما مقفول ما هيقفلوا ولا العرب بره هيدخلك بيبيتي اكيد هي بتعرفي ششبرك لا بس ما بيششبرك اكيد طبعا انت بتاكلي ششبرك انا بالبيت العاده انا اللي يعني انشب طب هاي كباب باذنجان كباب باذنجان ما تقولي ما بتحبيه يا بيبي هذا ششبرك عجين محشي لحم وصنوبر بتذوقوه مع لبن الزبادي أكل بس مين مسوي بيب انا يا عمري كله والله هذه اكل عاديه ايه ده مشان هيك بحط لكم اياها
انا مو عم اقول لك طباخه وعم بحكي لكم. هذا شنو؟ هي مقلوبه يا عمري انت. اي مقلوبه. مقلوبه بس مقلوبه يبي لها قاعده شو ونسمر و عطها بالخمس. بعطها بالخمس ومعبوت يمك. هاتي يا عمر عمري حط لك يلا. بس حبيبتي شويه ها؟ شويه صغيره. وفراخ؟ ايه. يا سلام. لحمه وفراخ. اوكي خلاص كافي. ما ممكن. والله العظيم ما ابي بس لقمة رز. اوكي هيك خلاص. هيك معقول؟ لأن إذا كليت يعني كليت تعشيت ما بتقولي؟ أروح بيتنا أنام. لا خلص لك ما مو أنام يعني. أوكي بابا أنا حسب لك. عود يا أمي. عود عود عادوا يا ولاد عادوا. كيف صحتك؟ الحمد لله. الله يخليك. الحمد لله يا حبيبي. والله كل كل ايه فرصه سعيده بحياتي ان انا اشوفك يا حبيبي. والله يا حياتي انا برنامجكم كنت مفروض اشارك. ها طيب كلموني واعتذرت لسببك. خليك بكون صادقه معك. كانت الاصوات معاكم انتوا الثاني صح؟ لا انا الجزء الاول. انا لا الجزء الاول انا اللي انا جيت شاركت بالجزء الاول. لا 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 النجوم النجم الخليجي اللي على قناه دبي. انت الاول. نجم الخليج. ايه نجم نجوم الخليج. نجوم لا غير هذاك. ليه انت نجم الخليج ما شاركتي بيبي؟ نجم الخليج ولا نجوم الخليج؟ لا نجم الخليج. نجم الخليج هو في نجوم الخليج. اكيد اكيد شاركتي. اللي انا شاركت فيه شنو ما اتذكر. اي سنه اي واحد بس بهي البلاد. انتوا نجوم الخليج برنامج. لا نجم الخليج اللي على قناه دبي. نجوم الخليج اللي على القنوات هذه. ايه نجوم الخليج انا اللي شاركت فيه. الاول شاركت فيه. أيه؟ والثاني كنا نسولف انا واحلام وبعدين قلت لها سولا عادي كل يوم عندنا على نحط نفسنا. ماني قادره اشارك لان اغلب الاصوات كانت مو حلوه. الله. نجوم الخليج ولا أيه؟ نجوم الخليج اظن انا ما شاركت فيه. اظن بس شاركت معنا. وفي انا ما خليني اخلص الاول ده وبعدين اخذ. انت قعدي يلا تفضلوا انتوا احرار. انا ححط من قبل كثير حتى. المشكلة إن في فقرة الضيف يطلع ويتكلم عن الأصوات اللي موجودة. يا سلام. ويقول يتكلم عنهم وشنو شاف فيهم.